من مدينة القدس تنضم إلي مراسلة اي 24 نيوز فاطمة خميس. مرحبا بك، ضعينا في آخر التطورات الميدانية لديك فاطمة. نعم أدهم، يعني سوف نتطرق بالأخص إلى مخيم شعفاط. نحن نتحدث عن مواصلة العصيان المدني من قبل أهالي المخيم لليوم الخامس على التوالي، رغم قيام الحكومة الإسرائيلية بافتتاح الحاجز بشكل جزئي صباح هذا اليوم. الأهالي يعني لا يرون هذه الخطوة بشكل إيجابي، إنما يعني يعتقدون أن من ورائها نية خبيثة من قبل الحكومة للقيام وبمواصلة البحث عن منفذ العملية التي حصلت يوم السبت الماضي وأسفرت عن مقتل جندية وإصابة جندي آخر بجروح بالغة. هذا الأمر وهذا القرار، قرار فتح الحاجز بشكل جزئي، أثار العديد من الأسئلة خاصة في الأوساط الأمنية الإسرائيلية. فهنالك يعني مسؤولون إسرائيليون أمنيون يقولون لماذا قامت الحكومة باتخاذ هذا القرار السياسي إن صح التعبير على حساب الجانب الأمني، خاصة أن الجيش والشرطة لم يقوموا بإلقاء القبض على منفذ العملية. لذلك هنالك نوع من يعني فرض العديد من الأسئلة خاصة بعد هذا القرار. ولكن على مستوى أهالي المخيم هم يواصلون العصيان المدني ويودون ويدعمون ويحثون على المشاركة في فعاليات الغضب يوم غد. دعينا قبل سعود إليك بهذه النقطة، دعينا نشاهد أيضا، يعني أنت كنت اليوم في مخيم شعفاط، وأيضا يعني دعينا نستمع إلى ما قاله سكان الحي هناك. فقد تقرر واحد الاستمرار في العصيان المدني حتى غد صلاة الجمعة، وسيتم الإعلان عن تشديد العصيان أو تجميده حسب التطورات الميدانية والقانونية. اثنين، دعوة عامة لشباب المنطقة في مخيم شعفاط وعناتا بالقيام بحملة تنظيف عام للشوارع الداخلية. ثلاث، نرجو من شباب المنطقة عدم التعرض للممتلكات العامة والخاصة لأهلنا في مخيم شعفاط وعناتا أثناء فترة العصيان المدني السلمي. رابعا، تعليق المواصلات العامة في المنطقة ويمنع منعا باتا توجه العمال إلى أعمالهم. نعم فاطمة، أعود إليك في نقطة، يعني من جهة نحن نستمع إلى تقييمات أمنية إسرائيلية، تعزيزات أمنية إسرائيلية، في المقابل وزير الأمن الإسرائيلي ألمح إلى أن يعني حتى اللحظة هناك محاولة إسرائيلية لتهدئة الأوضاع. يعني كيف يمكن تفسير ذلك أو تفسير هذا التناقض، من جهة تهدئة وفي المقابل يعني هناك تعزيزات؟ نعم أدهم، يعني إذا ما أردنا أن نتذكر الليلة البارحة التي مرت على مدينة القدس، نتحدث عن مواجهات متفرقة في أغلب البلدات، حتى البلدات التي لم نكن نسمع عنها أنها تنخرط في مثل هكذا مواجهات. هذه المواجهات التي اندلعت البارحة كانت تلبية لأهالي المخيم وتضامنا معهم. فكان بالحري إن كنا نتحدث عن إسناد للمسجد الأقصى في حال تم يعني دخوله من قبل المستوطنين بشكل كبير وبشكل متوالي، خاصة في هذه الفترة، فترة الأعياد اليهودية. لذلك من ناحية يقوم وزير الأمن بإرسال 4 كتائب إلى هنا، ونستطيع أن نلامس التعزيزات الأمنية التي ستكون أيضا في الأيام المقبلة، ومن ناحية أخرى يقومون بفتح الحاجز بشكل جزئي. لذلك هنالك نوع من شد الحبل ورخيه إن صح التعبير، وهذا يعني ما يصف الوضع هنا في مدينة القدس بشكل دقيق. هنالك أيضا تخوف على المستوى السياسي من قبل الحكومة الحالية من اندلاع مواجهات التي تعيد سيناريو العام الماضي للواجهة، خاصة وأن المخيم وأهليه يطالبون المجتمع العربي والمواطنون العرب بالتدخل وبالتضامن معه عبر إقامة سلسلة وقفات إسنادية وتضامنية. وقد شاهدنا في مدينة حيفا وأم الفحم قد لبوا النداء وسوف يقومون بالخروج إلى الشارع وإسناد المخيم وأهليه. السؤال فاطمة، بحسب يعني التقديرات الميدانية، وأنت لربما استطلعت أيضا رأي الشارع هناك، رأي المواطنين العرب في مدينة القدس، السؤال المطروح يعني ماذا يختلف أو بماذا تختلف هذه المرة الأحداث عما كانت عليه في السابق، مثلا في شهر رمضان، في معركة حارس الأسوار أو سيف القدس في العام الماضي، وأيضا كان دور أيضا للقدس محوري في هذه المعركة، بماذا يختلف هذه المرة؟
الأمر اللافت المختلف أدهم أننا نتحدث عن مخيم شعفاط، مخيم للاجئين وهو تابع لبلدية القدس، والأمر اللافت أنه لا يوجد أي تدخل فصائلي حتى الآن. يعني الأهالي في القدس وفي الداخل والبلدات العربية يلبون نداء المخيم ولا يلبون نداء الفصائل. يعني لا نسمع أن حركة حماس تقول اخرجوا إلى الشارع وتضامنوا مع أهالي المخيم بشكل واضح أو تدفع إلى إضراب شامل في بلدة القدس، بل أهالي المخيم قاموا بتشكيل لجنة، وهذه اللجنة تجتمع كل يوم لتقييم الموقف ولإصدار سلسلة قرارات، آخرها كان مواصلة العصيان المدني. لذلك نستطيع أن نلامس أن هنالك نوع من التضامن الخارج عن سيطرة الفصائل، وأن الشارع بات يلبي نداء جهات أخرى غير الفصائل الفلسطينية ألا وهي حماس أو الجهاد الإسلامي. لذلك هذا الأمر هو مختلف عن حالات سابقة بشكل كبير وبشكل ملموس. لذلك هذا الأمر أيضا يثير الكثير من الأسئلة ويدفع الحكومة الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية للتعامل بشكل آخر مع الموضوع. وأيضا الليلة الأخيرة التي مرت على مدينة القدس كانت ليلة ساخنة جدا، ولا يريدون أن يتكرر هذا الموقف. نعم، ذكرت الليلة وتصلنا الآن الأنباء بحسب بيانات أيضا لربما أو بعض المصادر الأمنية، لأن قوات الأمن الإسرائيلية ستقوم بتعزيز قواتها. نحن نتحدث عن أكثر من 300 جندي أو على الأقل من قوات الأمن في طريقهم إلى مدينة القدس، وهناك أنباء يعني لربما عن استمرار ما حصل في مثل ليلة الأمس. أشكرك جزيل الشكر مراسلة أي 24 نيوز فاطمة خميس على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك.